محمد العشري حظي فيه. كنت عايزة أعرف المبادرة اللي حضرتك مشترك فيها بخصوص كون شقتك ب30,000. أيوه، وأنا مساعد اقتصادي بفرش شقة كاملة عبارة عن 5 أوض ب30,000 جنيه، عبارة عن الأوضة الكبيرة أوضة الأطفال والأوضة السفرة والمطبخ والأنتريه. الأوض دي سعرها يعني أوضة النوم مثلا سعرها كام؟ هو إحنا عاملين فرش الشقة كله ب30,000 جنيه، لكن لسه بعد ما ان شاء الله باذن الله الوزيره بس تمشي هنحدد سعر كل حاجه. تمام، احط على كل حاجه سعرها، اوضه النوم بكذا، اوضه الاطفال بكذا كده. طيب، كنت برضو في سؤال بيطرح كثير، هل فعلا الخشب بتاعها كويس؟ الخشب بتاعها كونتر ممتاز، كله الشمبر متقفل زاد، كله متقفل زاد، والحلقات اللي على الوش دي كلها زاد. والمنتج ده فرش شقة مساحتها قد ايه؟ والله شقة اوضتين وصالة والمطبخ والانتريه، اوضتين وصالة يعني. على المساحة بقى مساحة 80 متر 90 متر 100 متر فيما اعلى. تمام. طيب، بالنسبة للألوان، هل ممكن التغيير في الشكل او الألوان؟ نموذج للعرض، العميل متفق معايا على اللون اللي هو عاوزه. بتختلف ساعه اختلاف الالوان؟ لا، ما بيختلفش في حاجه، هو بيستلم، استلم بناء على عقد بينه وبينه اللي هو طالبه بتغيير الوان، بتغيير قماشه، بتغيير اي حاجه، في الاخر بيستلم في المكان. لو غير التصميم بيختلف السعر؟ هو تغيير التصميم مش هيختلف كتير، يعني على حسب اللي هو طالبه، لو هو طلب حاجة تتحط عليها تضاف، طلب النموذج زي ما هو بس يعدل في ألوان، يعدل في حاجة بنشتغل. فترة استلام العفش بتاخد قد إيه؟ بياخد شهرين إن شاء الله. شهرين؟ من المعرض. يعني بيجي يتفق مع حضرتك؟ أيوه. إن هو عايز مثلا العرض ده كله وبعد شهرين بتسلمه له. الفترة من شهر لشهرين على حسب. بيستلم من دمياط ولا القاهرة؟ لا، بيستلم من القاهرة، بس النقل والتركيب عليه. النقل والتركيب بس بيطلع مع النموذج حد بيركب له ويسلمه. طيب، بالنسبة للمبادرة، هل الاختلاف ما بين الصبح